طاجن الكوارع بورق العنب، حاجه يعني بصوا يا جماعه عذاب ازل. برضو اللي احنا عملناه ده انتوا هتعملوه ما عدا تسويه ورق العنب. يعني انا لو في البيت هسلق الكوارع وهصفي الشوربه وهقف، مش هسوي ورق العنب، بس انا عشان فاضل لي 10 دقايق واكيد الورق العنب مش هيلحق يستوي فسويته. لكن انتوا في البيت هتجيبوا الكوارع زي ما عملناها في الحلقه بتاعت فتت الكوارع، بظهر السكينه بنزل اي زوايد مش عجباني، بنقعها في دقيق وخل وعصير ليمون وملح، وبعدين بعد ما نقعتها ساعتين مثلا اشطفها كويس جدا، انزلها في ميه بتغلي فيها فلفل حصى وخل ابيض، قبل ما تغلي يا دوبك تطلع الريمه بتاعتها اقوم جاريه مصفيه غسله الحله، غسله الكوارع كويس جدا بميه جاريه وهي في المصفه عشان ما فيش حاجه تمسك فيها، وبعدين احط ميه سخنه فيها بصل، كرات، كرفس، جزر، طماطم، زعتر، روزميري، شرايح من الليمون، عصير ليمون، خل ابيض، ملح، فلفل حصى، لورا حبهان مستكة، 10 حاجات. وبعدين تغلي كويس جدا 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 لحد ما تستوي سوا كامل سوا كامل، وبعدين اقوم مصفياها ومصفيه شوربتها. هجيب ورق العنب، ارجعوا بقى لحلقه ورق العنب عملناها بالتفصيل مع بعض، وهلفه وهسيبه ني. بقيه المقادير: حلقات ليمون، بصل مبشور ناعم جدا، ثوم مفروم، عصير طماطم، صلصه طماطم، خل ابيض، سكر وملح وفلفل. دي مقادير الايه؟ الطاجن الكوارع بالورق العنب. هعمل ايه هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ثانيه واحده بس. هحط يا مريم معلقه سمنه، الفلفل قصدي البصل، حطيت معلقه سمنه، ملح وفلفل، بصل مبشور، ثوم مفروم، صلصه طماطم، معلقه سكر، معلقتين خل كبار او ربع كوبايه خل، عصير طماطم، حطيت الكوارع اللي كانت معانا تحت في الطاجن، وبعدين رصيت ورق العنب داير ما يدور. انا مسوياه عشان وقت الحلقه، لكن حضراتكم هتسووه وهتحشوه وهتعملوا خلطته بنفس طريقه. لو سمحتوا ممكن ننزل مقادير الورق العنب علشان الناس تربط الافكار ببعضها. احنا شرحنا عملنا ايه في الكوارع بالتفصيل، ورق العنب هينزل لكم برده بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله على الهواء. رصيت الكوارع تحت في الطاجن من تحت، وبعدين بدات ارص ورق العنب داير مدار، وهو بالنسبه لكم هيبقى ني، اوكي؟ وبعدين الحفره اللي اتكونت في النص دي بدات املاها بالكوارع زي ما انتم شايفين كده. وضحت الفكره؟ وضحت. اقوم واخده بقى بسم الله الرحمن الرحيم صلصه الطماطم اللي انا عملتها دي، وابتدي انزل بالراحه خالص بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي بالله كده وبحذر، ابتدي انزل صلصه الطماطم عليهم، وبعدين اقوم جايبه مغرفه شوربه بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي انزل بشوربه الكوارع اللي صفيناها. يا عيني عذاب عذاب كده اهو، عذاب والله مش معقول. خلي بالكم ان انا سخنت الطاجن واديته المسحه بتاعه السمنه البلدي وانتوا في الفاصل، وابتدي اسقي بشوربه الكوارع. والمعلومياتكم يعني الورق العنب اللي مسقي شوربه كوارع ده احلى ورق عنب في الدنيا كده اهو. هعمل فيه ايه؟ هدخله الفرن نص ساعه درجه حراره عاليه جدا، وطبعا الفرن متسخن من قبلها، وبعدين بعد النص ساعه دي بوطي عليه خالص وبغطيه باي غطاء او بفويل. ولو مش عايزين تحطوا فويل مباشره عليه تقدروا تحطوا الاول ورق زبده وبعدين فويل.